الرقصي التونسي اما كنا بنلعب هناك في تونس. في الماتش ده فالجون ده جه اصلا في وقت صعب جدا في اخر دقيقه، هو ده اللي جاب البطوله. فده جون معانا احد ما حدش ينساه خالص يعني. مرتدة تصويب او جول 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 ابو تريكا في الصفاقس في اخر ثانيه، كان طبعا كان جون ملوش حل يعني، وقته قاتل وجاب بطوله. لا كان رائع جدا جدا يعني. محمد ابو تريكا يكتب الهدف، هدف خالص. ابو تريكا في الصفاقس دخله برجليه الشمال صراحه يعني، دخل جون عالمي. اكثر هدف، هدف الكابتن ابو تريكا في الصفاقسي بصراحه يعني، كان هدف مهم وكان يعني فوز كبير قوي. جون متعب في الكونفدراليه في النهائي مع سيوا سبورت، فالجون ده طبعا ما حدش ينساه طعمتها. والعرضه جميله، راسه جون كابتن شهاب الدين، كان يعني هدف قاتل في وقت قاتل، كنا خسرانين وبعدين شاطها من مسافه بعيده قوي، وبعد كده عمل حركه يعني كويس جميله قوي، كان مع الاتحاد الليبي وكنا خسرانين يعني، والجون جه في وقت قاتل جدا. الاهلي عنده اكتر من هدف ما يتنسوش يعني، بالنسبه لي يمكن الجيل بتاعي ما ننساش الجون بتاع محمود الخطيب سنه 78 في مباراه الكاس اللي نزل جابه في الزمالك بتاع 2، ماتش اتغير بعد كده من 2-1 ل 4-2 للاهلي.